الاستخلاف لن نملكه يوما بتخطيط فقط يا مسلمون، ولكن بالتمسك بالصلاة وحسن عبادة كالسابقين. وهذا ليس يقنع ساسة والذين يحللون وينقدون، فعندهم العبادة ليست تأتي بنصر بل بعقل يؤمنون. ولو قرأوا بأخبار القدامى لأضحوا بالعبادة مؤمنين، لصاروا عالمين بمن بها في زمان سابق فتحوا الحصون. فأين بحوثكم عنها أراكم بإجراء البحوث مقصرين. وقال الله من زيغ وغي ومن تضليل قوم مشركين. عزيزي المشاهد، أنت تحب الخير لك ولأصدقائك، أليس كذلك؟ فإذا أعجبك الفيديو شاركه مع أصدقائك وادعمه بلايك، وشكرا جدا على كل مشاهدة وكل تعليق. جعل الله في ميزان حسناتك نشرك لهذا الفيديو ودعمه ومشاهدتك له، ولا تنسى أن تشترك في القناة والموقع، واحرص على أن تفعل جرس التنبيهات حتى تكون مميزا عن الجميع، فيصلك كل جديد إن شاء الله تعالى. موقع لينور الإلكتروني www.linur.com